انا عايز اقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل النهاردة، لا بكرة. لما نروح للسعودية في النقطة تبنيهم أنهم يدافعون عن السنة، أنهم هم من يقودون العالم الإسلامي، أفعالهم لا تقول ذلك، تاريخهم لا يقول ذلك. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الخليجي، هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم، هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل العمل؟ الإخوان المسلمين وكتائبهم موجودين على الأرض.